بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شباع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما يحصل في القلب من الهواجس أو من العلوم الصحيحة، القلب يحصل فيه أشياء فكروا فيها، سواء كانت خيرا أو شرا، سواء كانت حقا أو باطلا. ولكن إذا لم يتكلم الإنسان بالشر الذي خطر له، إذا لم يتكلم به إنه لا يؤاخذ عليه، إنه لا يؤاخذ عليه. أما إذا تكلم بما خطر في قلبه من الهواجس والظنون الفاسدة، فإن الله يؤاخذه على ذلك بما نطق به لسان. فالمسلم يتحفظ مما يخطر في قلبه من الهواجس ومن، فلا يعبأ بها إلا إذا كانت طيبة، فإنه يفرح بها ويتكلم بها. الحديث: عهي لأمة الخطأ والنسيان ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك نعم، كل ما كثر رواة الخير كثروا، فإن ذلك يؤيد الحق ويقويه. فالإنسان يعتمد على العدد الذي يقتنع بهم فيما بلغه من الأخبار، فأما إذا كان خيرا فإنه يحشيه وينشره، وأما إذا كان ذلك شرا فإنه لا ينشره ولا يكتمه، وسيضمحل ويذهب ويسلم من شره. نعم. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه. نعم. خبر الواحد لا يعمل به حتى ينضم إليه آخر وآخر، لأن خبر الواحد قد يعتريه ما يعتريه، أو يكون الواحد غير متأكد. أما إذا كانوا اثنين فأكثر، فلا شك أن خبرهم مقبول شرعا وعقلا. ولذلك الله جل وعلا يقول: واستشهدوا شهيدين
من رجالكم استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. شهادة المرأة الواحدة على النصف من شهادة الرجل، كما أن ميراثها على النصف من ميراث الرجل، فهي على النصف من الرجل في أشياء، منها الميراث ومنها الشهادة ومنها العقيقة. العقيقة عن الأنثى واحدة، شاة واحدة، وعن الذكر اثنتان شاتان في العقيقة. هذه المسائل الثلاث تكون المرأة فيها على النصف من الرجل. نعم. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب. خبر الواحد يفيد الظن ولا يبنى عليه، خبر الاثنين يفيد العلم، أو ثلاثة، هذا المتواتر، إذا كانوا ثلاثة فأكثر هذا متواتر، إذا كانوا اثنين فهذا مشهور، يسمى بالمشهور، إذا كان واحد هذا يسمى بالغريب، يسمى بالغريب. نعم. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة. نعم، الله جل وعلا أبقى في العالم آثارا تدل على ما حدث في الماضي، ما حدث للمؤمنين وما حدث للكفار، آثار مثل آثار ثمود وديار ثمود، آثار باقية، بيوتهم باقية، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، قائمة وموجودة. وكذلك غير من الأمم يبقى آثار من آثارهم لتدل على ما حصل لهم من الدمار والهلاك لما كذبوا الرسل. نعم، شواهد على ذلك. وكثير من الناس لا يعتبر هذه إلا آثار تاريخية يحتفظون بها ويذهبون إليها على أنها آثار تاريخية، ولا يعتبرون بما حصل لأهلها. الله أبقاها لتكون مذكرة بما حصل لأهلها، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بديار ثمود في طريقه إلى غزوة تبوك تلثم صلى الله عليه وسلم وأسرع المسير وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم مثل ما أصاب. وبعض الكثير من الناس اليوم يروحون يزورون يفتخرون بها وأنها آثار تدل على الحضارة وتدل على، يفتخرون بها ولا يعتبرون بها، يفتخرون، هذا لا يجوز، لا يجوز الافتخار بآثار الكفار والمعذبين، وإنما يعتبر بها، ومن مر بها يبكي ولا يستريح فيها ولا ينزل، ما ينزل فيها،
ما ينزل فيها ويقول هذه محل راحة وهذه، بل يعبر ولا يجلس فيها، لأن آثار العذاب باقية فيها، تؤثر في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تؤثر، فلا يذهب إليها على أنها آثار يفتخر بها، وإنما إذا مر بها فإنه يسرع ويعتبر بما حصل لأهلها، ولا تشد إليها الرحال لأجل الاطلاع كما يقولون، ولأجل ينسون العذاب الذي حصل في هذه، العذاب يؤثر في الأرض يؤثر في التربة، هذه لا يجلس فيها ولا يسافر لها، لكن إذا مر بها في طريقه كما مر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجتازها ولا يستريح فيها، ولا تجعل محلات للرفاهية وللزوار نعم. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. كتواتر الطوفان الذي حصل على قوم نوح، الطوفان هو الغرق، أخذهم الطوفان وهم ظالمون، أنزل الله عليهم الماء من فوقهم وفار التنور من تحتهم، التقى الماء على أمر قد قدر بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذا ما حصل لقوم نوح. نعم. كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. وإغراق فرعون وجنوده، قصة ذلك أن بني إسرائيل خرجوا في يوم عيد لهم، خرجوا فعلم بهم فرعون، خرج في أثرهم، خرج فرعون في أثرهم يطلبهم، فأدركهم عند حافة البحر الأحمر، بنو إسرائيل ومعهم موسى عليه السلام وفرعون وجنوده من ورائهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أن البحر أمامهم والعدو خلفهم، إنا لمدركون، قال كلا، قال موسى عليه السلام كلا لستم بمدركين أبدا، إن معي ربي سيهدين، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر، فضرب البحر بعصاه فتجمد وصار طرقا على قدر قبائل أسباط بني إسرائيل، صار مثل الجبال، وقف المياه، وقفت وبينها فرج، بينها طرق حتى اجساز بنو إسرائيل ومعهم موسى عليه السلام، فلما تكاملوا خارجين لحق بهم فرعون، فلما تكامل فرعون وجنوده داخلين في البحر أطبقه الله عليهم وأغرقهم أجمعين. هذه قصة بني موسى وبني إسرائيل مع فرعون وجنوده. نعم. ولما ذكر الله سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في سورة الشعراء بعد كل قصة من قصص الأمم السابقة يقول الله إن في ذلك لآية، أي علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وآية على
هلاك الكافرين وآية على نصرة المؤمنين، ومع هذا ما كان أكثرهم مؤمنين، ما ينتفعون بهذه الآيات. نعم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز يعني القوي، ومع قوته رحيم سبحانه وتعالى. عزيز أي قوي رحيم. نعم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. نعم، أجلاها يعني أوضحها. لا شك أنه مر على هذه الأرض أقوام كفار أهلكهم الله بكفرهم، ومر عليها أقوام أخيار نجاهم الله بإيمانهم، وآثارهم باقية تدل على ذلك، لذلك عبرة لمن يأتي بعدهم. نعم. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينيوس وبطلميوس. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط. بقراط من علماء الطب. نعم. وجالينيوس. جالينيوس من علماء الطب. وبطليموس هذا كله من علماء الطب المشهورين. نعم. وسقراط. نعم. وأفلاطون وأرسطو. أفلاطون هذا يوناني. نعم. وأرسطو وأتباعه. أرسطو. نعم. وأتباعه هذا شيء مشهور، هذا شيء مشهور في التاريخ ويتناقله الرواة، فهو شيء متواتر لأجل العبرة والعظة بذلك. نعم. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. حصل هذا، خذل الله الكفار وأهلكهم ونصر الرسل وأتباعهم، هذا شيء متواتر لا ينكره أحد، شيء متواتر ما جرى للأمم السابقة، وقصه الله في القرآن الكريم، قصه الله في القرآن الكريم لنعتبر ونتعظ لأحوالهم، ويثبت الله المؤمنين. نعم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، عرف صدق الرسل. نعم، ما في شك أن الله أغرق قوم نوح، هذا في القرآن، فجر الأرض من تحتهم وأنزل المطر من فوقهم فهلكوا جميعا حتى تغطت الجبال بالمياه، تغطت الجبال بالمياه ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة التي صنعها عليه الصلاة والسلام، صنعها بأمر الله، وقال الله له احمل فيها من كل زوجين اثنين لأجل بقاء النسل، وهذه السفينة رست على الجودي
والجودي جبل معروف في الموصل من العراق، رست على الجودي بعدما أهلك الله الكفار ونزل منها نوح عليه السلام ومن معه وعمروا الأرض بعد الكفار. نعم. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه أنهم أي الرسل، نعم، تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. نعم، ما الله جل وعلا لا يبقي الكذاب الذي يكذب على الله يدعي النبوة، الله لا يبقيه بل يعاجله بالعقوبة. وأما الصادق الرسول والنبي الصادق فإن الله جل وعلا يؤيده ويبقيه، وهذا من علامات صدقه، بقاء الرسل وبقاء دعوتهم وبقاء أممهم وأتباعهم، هذا دليل على صدقهم وأنهم رسل الله وأن الله معهم. نعم. أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن الله جل وعلا لا يقر من يكذب عليه أبدا، يعاجله بالعقوبة. أين المتنبئون الذين تنبأوا وادعوا النبوة؟ أين أتباعهم؟ ما لهم آثار ولا أتباع. وأما الرسل الصادقون فأتباعهم موجودون متوارثون، وذكرهم ولله الحمد يبهج النفوس في القرآن وفي السنة وفي كتب التاريخ الصادقة. هذا فرق ما بين الرسل وأتباعهم والكفار وأتباعهم. الله جل وعلا يبين لعباده هذا القصص لأجل يطمئن المؤمن ولأجل يرتدع الكافر والكذاب والمنافق. نعم. وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. نعم. ولا يعاجلهم بالهلاك العام، وإنما يمهلهم ويرزقهم ويعطيهم وهم أعداؤه، هذا دليل على رحمته سبحانه وعلى كرمه جل وعلا. كيف أنه يرزق الكفار ويعطيهم وهم أعداؤه؟ لحلمه سبحانه ورحمته بعباده. نعم. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر. نعم. معجزات الأنبياء ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم على الخصوص مرصودة، أعظم ما رصده القرآن الكريم السنة النبوية ثم كتب التاريخ الموثوق موجودة لمن يريد أن يطلع عليها، مثل كتاب دلائل النبوة للبيهقي وغيره. نعم. وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي. نعم، مثل البيهقي في دلائل النبوة. نعم. وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. نعم.
بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. نعم، الذي يجحد ما حصل للأنبياء وما حصل للكفار هذا يطعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى وبأخبار الله، لأن الله ذكر هذا، ذكر هذا في القرآن العظيم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، تناقلته الرواة حتى كأنك تشاهده. نعم، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه. كيف يمهله الله وهو يكذب على الله؟ لا يمكن هذا، أن الله يمهل من يكذب عليه، بل إن الله جل وعلا يؤيده وينصره ويصدقه، صدقوا رسله ويؤيدهم، هذا مذكور في القرآن ومذكور في كتب التاريخ والأخبار لمن رجع إليها. نعم، أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله. قال جل وعلا: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يشاهد الكذاب الذي يكذب عليه ويدعي النبوة ويتركه، هذا محال في حق الله جل وعلا، ولا يؤيد الرسول الصادق المرسل من عند الله، بل يتركه ولا يؤيده ولا ينصره، هذا سوء ظن بالله عز وجل، ووصف لله بالعجز، وأنه يقر أهل الباطل والكذابين. نعم، أين المتنبئين الكذبة؟ ما لهم آثار ولا وجود. أين مسيلمة؟ وأين ما لهم آثار ولا وجود، محاهم الله عن آخره ولم يبقى لهم أثر، خلاف الرسل الصادقين، فإن الله أبقى ذكرهم وآثارهم والدلائل على صدقهم، ولا يزال أتباعهم يتتابعون ويتوارثون، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب من العرب والعجم، شيء واضح هذا. وأين أتباع مسيلمة وأتباع المتنبئين الكذبة؟ ذهبوا أدراج الرياح. نعم، وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر. الله جل وعلا يقول في نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو كذب علينا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فبقاء محمد صلى الله عليه وسلم وبقاء دعوته واستمرارها دليل على صدقه، وأنه مرسل من عند الله عز وجل. نعم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول إليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله
إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب سبحانه وتعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم. عندهم يعني الكفار. نعم. هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم. هو الوريد، الوتين هو الوريد، عرق الذي يجري منه الدم. نعم. والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ أنه يمهل من يكذب عليه ويفتري عليه ويقتل الناس بالجهاد في سبيله وهو يقره على ذلك، بل يمده بالنصر والتأييد، بعد ذلك تبقى شريعته من بعده إلى أن تقوم الساعة. هذا من أوضح الأدلة والبراهين على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته. ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا يذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان والإقامة والخطب، خطبة الجمعة وغيرها، رفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد. الآن النداء من المسجد الحرام والمسجد النبوي يخترق الدنيا كلها، أشهد أن محمدا رسول الله، يخترق الدنيا كلها، كل يسمعه. هذه حجة قائمة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. كم بيننا وبينه من السنين؟ 14 قرنا، القرن 15، وهو باق على ما شرعه صلى الله عليه وسلم وترك أمته عليه، لم يغير ولم يبدل. هذا دليل على صدقه وعلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. نعم، هذا من أوضح دلائل النبوة، من أوضح دلائل النبوة. نعم. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود. نعم، وجد متنبيين يدعون النبوة، لكن أين هم وأين آثارهم وأين أتباعهم؟ انقرضوا وهلكوا ولم يبقى إلا الدعاء عليهم والسب والشتم لهم. نعم. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره، مثل الأسود العنسي في اليمن، مثل مسيلمة الكذاب في اليمامة. لهم أتباع ولهم جنود ولهم قوة، لكن ذهبت أدراج الرياح،
وانقطع ذكرهم وأثرهم. نعم. ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله. نعم. مسيلمة الكذاب جاء قاتله أبو بكر الصديق بجنود التوحيد من الصحابة فقتلوه وأبادوا دعوته إلى غير رجعة، مع ما عنده من كثرة الأتباع ومن القوة ومن، لكن الباطل لا يستمر، الحق يستمر. نعم. بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله. ولما ادعى القادياني النبوة، لما ادعى القادياني في الهند النبوة، سلط الله عليه ومنع من الإتيان إلى مكة ومن الوصول إلى الكعبة، منعه المسلمون وهلك على هذه الحالة والعياذ بالله. وين القاديانية؟ وين انقطعت؟ نعم. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. نعم. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني الموت، نتربص به ريب المنون، يعني يصبر عليه لما يموت وبعدين يزول أثره، يزول ذكره، مثل غيره من الكذابين. نتربص يعني ننتظر به الموت، ريب المنون وهو الموت. نعم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل لهم تربصوا وانتظروا فإني معكم، أنا أنتظر ماذا يحصل لي وماذا يحصل لكم. نعم. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل نعم. الله لا يقر الكذابين أبدا، الذين يكذبون عليه، يكذبون على الله، الله لا يقرهم أبدا. نعم. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تابى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. قال تعالى: شوف الأنبياء عليهم السلام يذكرون دائما ويثنى عليهم وهم بيننا وبينهم آلاف السنين، والكذبة ما لهم ذكر ولا لهم بقاء ولا لهم، مع أن عندهم قوة وعندهم أموال وعندهم، لكن ذهبوا أدراج الرياح. نعم. بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا إن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل، غير معلق بالمشيئة، يعني أن يشأ الله هذا معلق بالمشيئة. نعم. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. نعم. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، يشأ الله يختم على قلبك ويحق الله الحق ويبطل الباطل. نعم. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذي يجحد النبوة، الذي يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء من قبله، هذا متنقص لله عز وجل، تنقص لله. نعم. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله، وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه. لما جحدوا رسالات الأنبياء، ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا تنقص الله سبحانه وتعالى
أنه ترك عباده هملا لا يؤمرون ولا ينهون، هذا تنقص لله. ترك الكذابين والكفار تركهم ولم يستأصلهم ولم يذهب آثارهم وأمهلهم، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هم يقرون بموسى والتوراة، من الذي أنزلها على موسى؟ من أنزل الكتاب الذي ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قل من أنزل الكتاب الذي على موسى عليه السلام وهو التوراة وغيره من الأنبياء، لكن هو يخاصم اليهود الذين يزعمون أنهم أتباع لموسى عليه السلام. نعم. تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، وأنتم تقولون التوراة أنزلها الله على موسى، فتتناقضون. نعم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. نعم، الذي نفى عنه الكلام وقال إن الله لا يتكلم مثل الجهمية والمعتزلة، ولكنه يخلق الكلام وله ما يتكلم، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أن الذي لا يتكلم ليس برب. والجهمية يقولون: لا، الله ما يتكلم. فهم صاروا مثل هؤلاء. نعم. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله، يعني العلماء ذكروا، أي العلماء، فروقا بين النبي والرسول. بين النبي والرسول، شو الفرق بين النبي؟ كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، بينهما عموم وخصوص مطلق. فمن أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه والجهاد عليه فهو رسول، ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والجهاد عليه فهذا نبي، مثل أنبياء بني إسرائيل. نعم. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول. نعم. وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. نعم. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. نعم. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة وأخص من جهة أهلها. نعم. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. نعم. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من أعظم نعم الله على خلقه إرسال الرسل لتعليم الناس وهداية الناس إلى الطريق الصحيح وإرشاد الناس، فمن رحمته أنه أرسل الرسل بشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يوم القيامة يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا أحد. نعم.
وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. يعني بشر مثلهم، بشر يعرفونه، يعرفون نسبه وبلده. نعم، يتلو عليهم آياته. لأن الغريب الذي لا يعرف لا يصدق، أما الذي نشأ في البلد وعرفوه وتربى عندهم فهم يعرفونه بالأمانة والصدق أو بالكذب والبهتان، يعرفون أهل بلدهم. نعم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. طهرهم، يعني يزكيهم، يعني يطهرهم من الذنوب، من الكفر والذنوب والمعاصي. نعم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. علمهم الكتاب الذي هو القرآن، والحكمة التي هي الفقه في القرآن. الفقه في القرآن هذا هو الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحكمة. نعم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، ويأكلون الميتات، ويتزوجون المحارم وغير ذلك من القبائح، هذه حالتهم في الجاهلية. نعم، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، وما أرسلناك أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، لكل العالمين، عموم رسالة صلى الله عليه وسلم. كان النبي يبعث، هذا من خصائصه، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأنه وأنه خاتم الأنبياء. يكفي، نقف عند هذا. نعم، هذا من صفاته أنه خاتم الأنبياء، يعني لا نبي بعده. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تتبع الآثار التاريخية التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن تحدد أماكن طريقه إلى الطائف وأين وقف وأين جلس، فهل هذا مشروع؟ وهل هو ليس بمشروع، بل هذا يؤدي إلى شر، ويأتي من يغتر بهذه الآثار ويتبرك بها ويعظمها، فلا يجوز هذا. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الأهرامات، هل هي من ديار المعذبين أم أنه يجوز زيارتها والذهاب إليها؟ الأهرامات قبور الفراعنة، الأهرامات هي قبور الفراعنة، تروح تزور قبور الفراعنة؟ هل يجوز لك هذا؟ نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: خبر الواحد هل يؤخذ به في باب العقائد؟ نعم، إذا علم صدقه يؤخذ به. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز زيارة الآثار من باب العبرة والعظة؟ لا تزورها ولا تذهب إليها، لكن إذا كانت في طريقك ومررت بها فلا بأس أن تنظر فيها لتعتبر وتتعظ، أما أن تقصدها وتسافر لها لا، ما يجوز هذا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح ما يقال بأن الله سبحانه وتعالى قد أبقى جثة فرعون إلى الآن وذلك لأجل الاعتبار؟ من اللي يقوله أنه أبقاها إلى الآن؟ هذه تناقلونها العوام ولا الغصب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا مر الله أنجاه بجثته ليراه بنو إسرائيل ويراه قومه أنه مات وهلب، لأن لا يقولوا أنه راح إلى ربه وأنه رفع وأنه إينا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا مر الشخص بديار المعذبين فهل يجوز، إذا مر شخص بديار المعذبين فهل يجوز له أن يتقصد دخولها ويكون باكيا كما هو مفهوم الحديث إلا أن تكونوا باكين؟ هذا المرور، أما أنه يروح يقصدها ويدخل فيها لا، ما يجوز له هذا. نعم، لكن مرور عليها إذا كان على طريق سفره وما راح لها، راح مسافر وكانت في طريقه، ينظر فيها، ينظر إليها ويعتبر بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، أفلاطون وأرسطو وسقراط هل هم من النصارى أم من الوثنيين؟ وهل يؤخذ من علمهم وأقوالهم؟ يؤخذ بطبهم، يؤخذ بطبهم، ولا يؤخذ عنهم شيء من الدين، إنما يؤخذ عنهم أمور الطب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل عقوبة المفتري ومعاجلته بالعقوبة هي مخصوصة بمن ادعى النبوة أم تشمل كل مفتر على الله؟ تشمل كل ما يفتري على الله الكذب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول القائل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا؟ بعد الأذان، يقول هذا بعد الأذان، يتابع المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ الأذان يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما الحكمة من إنزال النبوة على الأنبياء إذا لم يبلغوا من حولهم واقتصروا على أنفسهم؟ ما هم يقتصرون على أنفسهم، الأنبياء يعلمون الناس ويفتون الناس، إنما المراد أنهم لا يجاهدون الناس على اتباعهم مثل الرسل. نعم لا يقاتلون الناس على اتباعهم مثل الرسل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أن كثيرا من الأنبياء هم أتباع للرسل قبلهم؟ إيه؟ هل صحيح أن كثيرا من الأنبياء هم أتباع للرسل قبلهم؟ من قال هذا؟ ما نعرف هذا القول. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يأثم الرجل أو هل يأثم الزوج إذا منع زوجته من حضور دروس في العقيدة والفقه إذا كانت تخرج بحجاب شرعي وآمنة من الفتنة؟ أي نعم، له أن يمنعها إذا كان يخاف عليها، أو أنها تترك شغل البيت تربية الأولاد، تروح للدرس تخلي أولادها عند الشغالة، ولا ما يجوز لها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الاستهزاء بأهل البدع بسبب بدعهم وخرافاتهم التي عندهم؟ لا يجوز الاستهزاء بالناس ولو كانوا كفارا أو والسخرية منهم، لا يجوز هذا، لكن يحمد الله على نعمته وعلى هدايته
ويعتبر بهم ولا يستهزئ بهم أو يسخر منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أهل البدع هل هم سواء بالنسبة للكراهية وبالنسبة للتعامل معهم؟ البدع تختلف، منها ما هو بدع كفرية ومنها ما بدع دون الكفر ومنها ما هو دون ذلك، فالبدع تختلف، يعامل أهلها بحسبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ لا يجوز لها ذلك حتى تطهر وتغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة، لكن قالوا إذا كانت تخاف أن تنسى ما تحفظه من القرآن فلا بأس أن تقرأه وهي حائض حفاظا عليه من النسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان مكثرا من الذنوب والكبائر فهل يجوز أن يتخلص من هذه الذنوب عن طريق الانتحار والاكتفاء بذلك؟ أعوذ بالله، هذا أعظم من أعظم الذنوب الانتحار، لا يجوز يضيف ذنوب إلى ذنوب، لا يجوز، عليه التوبة. الحمد لله الله يسر التوبة، فتح باب التوبة ووعدك بالقبول، تب إلى الله عز وجل بدل ما تنتحر، تب إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يشرع أن يقول المؤذن في الأذان: صلوا في رحالكم؟ إذا كان المطر شديد أو الأرض وحل يقول: صلوا في رحالكم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. إذا كان يحول بينهم وبين المسجد أمطار تنزل أو وحل شديد وظلام الليل أيضا، إنه يقول: صلوا في رحالكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة؟ إن كان الشؤم، في شيء فهو في ثلاثة: المرأة والدابة والدار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت عصفورا صغيرا بمال ثم قمت بتحريره من القفص وإطلاقه، هل يعتبر هذا من باب التبذير؟ من إيه؟ هل يعتبر هذا من باب التبذير؟ هذا إحسان إلى الطير، إحسان إلى الطير، وليس هو من باب التبذير، وإنما هو من باب الإحسان إلى هذا الطائر المغلق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام مسجد، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: إمام مسجد عندنا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يكون في كل مكان إذا أراد، هل تصح الصلاة خلف هذا؟ لا، هذا كافر والعياذ بالله. الذي يدعي أن الرسول يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يدعي أن أحدا يعلم الغيب هذا يكفر والعياذ بالله. نعم. الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: معلوم أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله هو جاه عظيم، فهل يجوز أن نسأل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، اسأل الله جل وعلا ولا تتوسل إليه بجاه أحد، اسأل الله، ليس بينك وبين الله حجاب، ارفع دعواتك إلى الله جل وعلا مباشرة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى ما يسمى بالبحر الميت أو البحر الأسود وأخذ ترابه أو الأخذ من ترابه لأجل العلاج؟ إذا ثبت أنه فيه منفعة لا بأس، يقولون أن فيه منفعة، إذا كان فيه منفعة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المريض إذا كان يحتاج إلى رقية شرعية، فهل يشرع أن يشغل عنده الأشرطة المسجلة بالقرآن؟ كيف؟ إذا كان المريض يحتاج إلى رقية شرعية، الرقية ما تكون بالأشرطة، الرقية بالقراءة والنفث، النفث على المريض، قراءة عليه مباشرة والنفث عليه من الريق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أن فيها خلافا بين العلماء، ما الراجح في هذه المسألة؟ والله الراجح عدم التعليق، اللي رجح علماء الدعوة هنا عدم التعليق، لأن هذا وسيلة إلى أن يعلق شيء آخر، وأيضا لم يرد أنهم كانوا يعلقون القرآن إلا ما ورد عن ابن عمر، ولكن أن ورد عن الرسول ما ورد شيء فيما أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لبعض الرقاة فإنهم يجمعون ماء المطر ويقولون هو ماء مبارك ويقرؤون عليه، فهل هذا أمر مشروع؟ هذا مبالغة، الماء سواء من المطر أو من النهر أو من البير ما يتقيد بالمطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يقول بأنه لا يجب حفظ القرآن الكريم، وإنما الواجب هو مجرد القراءة، فلا دليل من السنة على وجوب حفظه، هل ما يذكرونه صحيح؟ أي نعم، ما يجب حفظ القرآن عن ظهر قلب، إنما هذا من باب الفضائل، ولكن يقرأ القرآن من المصحف، يقرأ من المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها يشد الرحال إلى القبور ويتبرك بها، فما حكم بقائها معه؟ هذا ترجع إلى القاضي عندهم، أو إلى المحاكم التي تحكم بالأحوال الشخصية بالشريعة، حسب الشريعة بالأحوال الشخصية ترجع إليهم. نعم. وهذا أيضا وفقكم الله، زوج يقول: أنا منفصل عن زوجتي، من خارج هذه البلاد، يقول: أنا منفصل عن زوجتي وهي تربي أبنائي في بلد كافر تربية غير إسلامية ويذهبون إلى مدارس الكفار، سؤاله: هل لي أن أخذهم معي إلى بلد مسلم دون إذنها ورضاها؟ نعم، يجب عليك ذلك، أن تنقذهم، تنقذهم من بلاد الكفر، تأخذهم معك وتربيهم إلى بلاد الإسلام وبلاد التوحيد، لا تتركهم في بلاد الكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا صليت راتبة الفجر في المنزل ثم دخلت المسجد قبل الإقامة، هل أصلي تحية المسجد أم أجلس مباشرة منتظرا للإقامة؟ لا، صل تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة
التي هو فيها، وكذلك التبرك بمسح منبره عليه الصلاة والسلام. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. التبرك إنما هو بمن فصل من بدن الرسول صلى الله عليه وسلم، من الريق والشعر والثوب، من فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأشياء لا يتبرك فيها لأنها لم تنفصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الرياء محبط للعمل الذي يحصل فيه؟ إيه نعم، الرياء يحبط العمل لأنه الشرك، والمنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين يراؤون الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا أو سائلة من فرنسا تقول: زوجي يصلي جميع الصلوات إلا صلاة العشاء، فإنه لا يصليها لأنه يشرب الخمر، وقد نصحته كثيرا وتمادى في شرب الخمر. سؤالها: هل يجوز لي أن أطلب الطلاق منه؟ وما نصيحتكم وتوجيهكم لي وله في هذه المسألة؟ حاولي معه لعل الله يتوب عليه ويترك شرب الخمر نهائيا، ما هو بس وقت الصلاة، يترك شرب الخمر لأنه خبيث، الخمر خبيث والعياذ بالله، يتركه شربه، خبيث وضار أيضا، ضار بالصحة والجسم والعقل، لا خير فيه. ناصحيه وكرري عليه واستعيني بالله ثم بأقاربه وأصدقائه، نعم، لعل الله ينقذه من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: حصل لي انتداب في جدة لمدة أسبوع وأرغب في العمرة، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة علما بأنني من أهل الرياض؟ إذا كنت تنوي العمرة من هذا، من الرياض تنوي العمرة، فإنك إما أن تحرم بالعمرة وتمر على مكة وتؤدي العمرة وتروح الجدة لحاجتك، وإما أنك إذا خلصت في جدة من حاجتك تطلع إلى الميقات الذي مررت به وهو السيل تحرم منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم السفر مع زوجتي إلى المدينة وتركها أسبوعا مع أمها، وأما أنا فأرجع إلى بلدي؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، كانت في المدينة ومع المسلمين ومع أمها لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الانحناء لعلم دولة من الدول أو الانحناء لرجل من الرجال؟ هذا ركوع، ألا يجوز الانحناء إلا في الركوع لله عز وجل، ما يجوز الانحناء لشخص تعظيما له، هذا ركوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ترك العمل الصالح خوفا من الرياء هل فيه شيء في ذلك؟ اي نعم، لا يترك العمل خوفا من الرياء، هذا من الشيطان يخذله ويوسوس له، يعمل العمل ويخلص لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هل يفهم منها أن نوحا أول الأنبياء؟ وكيف الجمع مع نبوة آدم عليه الصلاة والسلام؟ أي نعم، نوح هو أول الرسل، نوح هو أول الرسل، وأما الأنبياء فهناك أنبياء قبله مثل شيث ومثل ما ذكرت من آدم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل ذلك في جميع الأمور؟ أي نعم، لما شرب له من طلب الشفاء ومن ذهاب الجوع ومن ذهاب العطش، لما نيتك اللي تنويها يعطيك الله هذه النية من ماء زمزم. نعم، إن شربته للتشافي شفاك الله، إن شربته للطعام بدل الطعام أغناك عن الطعام، إن شربته عن العطش فإنه يدفع العطش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا وإن شربته تبركا به فكذلك، هو ماء مبارك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا السنغال هناك فرقة صوفية تسمى باللاهينية، يدعون تسمى باللاهينية، يدعون أن مؤسس هذه الطريقة نبي، ويقولون إن الذي نزل في مكة هو رجل أبيض، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما الذي نزل عندنا فهو رجل أسود. سؤاله: ما حكم أتباع هذه الطريقة؟ محمد نازل، ونازل من السماء محمد، ما أنا نبي ينزل من السماء إلا جبريل عليه السلام، أنا الأنبياء كلهم والرسل كلهم في الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أيضا من خارج هذه البلاد، يقول: عندي شركة تقوم بالمقاولات وترميم المنازل والبيوت، سؤاله: هل يجوز لي بترميم البيوت والمنازل؟ نعم. يقول: هل يجوز لي أن أقوم بترميم كنيسة إذا طلب مني ذلك؟ لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يتصرف الإمام في الصلاة إذا خرج منه ريح وانتقض وضوءه أثناء الصلاة بالجماعة، هل ينيب أحدا؟ لا، انتقض وضوءه ما ينيب أحد، بطلت صلاته، انقطعت الصلاة، يقول لهم انتظروا ويذهب ويتوضأ. الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما ذكر أنه على غير وضوء وتقدم يصلي بالناس، ذكر أنه على غير وضوء فقال: مكانكم، وذهب وتوضأ عليه الصلاة والسلام وهو موقوف، وجاء وصلى بهم، ما في شيء، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ذبح ذبيحة عند شراء سيارة أو بيت لدفع الشر والعين؟ لا يجوز، هذا عقيدة باطلة، وهذا ذبح لغير الله عز وجل، ذبح لدرع العين أو درع الجن يكون شرك بالله عز وجل، لا يجوز ذبح لغير الله. نعم. انتهى، وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.